بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي، خير نبي مرسل، وأفضل من عبد الله عز وجل، صلاة تذهب بها عنا الحزن والعجز والبخل والكسل، وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله لي وللمسلمين، أستغفر الله لي وللمذنبين، أستغفر الله لي ولخلق الله أجمعين، أستغفر الله غفار الذنوب، أستغفر الله ستار العيوب، أستغفر الله حتى نقلع عن المعاصي ونتوب، أستغفر الله حياء من الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته متابعي قناة الأعزاء والأوفياء في كل مكان، سعيدة بلقياكم في هذه الحلقة الجديدة والتي سأقدم لكم فيها إن شاء الله الفوائد الربانية والتجليات النورانية لصورة الفيل المباركة، فتابعوا معي. فصورة الفيل، أو كما يسميها الصالحون صورة ألم ترى، هي صورة قصيرة لكن طاقتها الربانية تحير العقول، سبحان الله. والسر يكمن في حروف الآيات، إما في مقدمة أو أواخر السورة أو الآية، أو يكون عبارة عن حرف مكرر أو كلمة مكررة بعدد ما، وهذا علم اختص به الله سبحانه بعضا من أوليائه الصالحين. وسأقدم لكم في هذه الحلقة بعضا من الفوائد التي فتح الله لبعض الصالحين باب معرفتها والاستفادة من تجليات هذه السورة المباركة، وكلها مجربة ونافعة بإذن الله تعالى، شرط اليقين التام بالله ورحمته وفضله على عباده، وشرط استعمالها بالحق وفي كل ما هو جائز ومشروع، دون أن تدعو على مسلم كيفما كان معتديا أو ظالما بالهلاك أو الأذى. أدع لنفسك فقط بالنصر والتأييد، ودع المخلوق للخالق. نبدأ على بركة الله بالفائدة الأولى، وهي للبيت المسحور أو المعيون أو المحسود. تقرأ سورة الفيل المباركة 23 مرة على ماء مضاف له حبة البركة وخل تفاح، وترش بهذا الماء أركان البيت كاملة مدة 15 يوما دون انقطاع. وهنا يجب مراعاة رش الأماكن التي لا تطأها الأقدام ولا نمشي فيها، يعني فقط الأركان، فهذا الماء بإذن الله تعالى يبطل جميع الأسحار ويحرق خدام السحر ويطرد العوارض من البيت ويغير العمار السيئين ويلجم قرناء أهل البيت إذا كان البيت فيه كثير من الخصام والمشاجرات، ولا يدخله شيطان من إنس أو جن إلا ضاق صدره وخرج. وإذا مسحت بهذا الماء باب بيتك من الداخل ومن الخارج، وهنا المسح يعني يكون بعد أن تنظف البيت الباب، يعني تنظف البيت الباب أولا من الغبار، وبعدها تأخذ قماشا نظيفا وتمسح به مع القليل من هذا الماء، وتمسح به باب البيت من الداخل والخارج، وترش القليل من الجوانب، جوانب العتبة التي لا تمشي عليها عند الدخول أو الخروج من البيت، فإن كل من دخل بيتك وهو يحمل سحرا معه بطل هذا السحر واحترق خدامه وفك عهده، وكل عائن أو حاسد أو حاقد دخل عندك وسريرته غير نقية تجاهك، فإن عينه وحسده وسوءه سبحان الله يرتد عليه في لحظة مغادرته لبيتك. الفائدة الثانية هي للنصر على الأعداء وعلى الظالمين. من عجيب الأسرار التي أودعها الله تعالى في تجليات هذه الصورة النصر على الأعداء واسترجاع الحقوق وهلاك الظالم بما يستحقه من عقاب.
وطريقتها أن تقرأ السورة المباركة بعد كل صلاة فرض 21 مرة مدة 7 أيام، وتدعو الله بعدها أن ينصرك ويؤيدك دون أن تدعو بسوء أو بضرر أو بهلاك على عدوك أو ظالمك. أنت فقط تدعو لنفسك لا غير، ودع الخلق للخالق. الفائدة الثالثة هي لعلاج السحر المأكول أو المشروب. فإذا كنت تعاني من سحر مأكول أو مشروب، وما أكثره في زماننا هذا وللأسف من أقرب المقربين، فعليك بهذه الفائدة القوية بصورة الفيل المباركة، فإنها تحرق خدام السحر ويبطل عنك بإذن الله تعالى، وتختفي آثاره من جسمك نهائيا، وتختفي الأمراض التي كان يسببها لك، وتعود النضارة والإشراقة لوجهك، لأن أول علامة تظهر من سحر مأكول كيفما كان ولأي غرض كان هو تشوه جمال الوجه، فيصبح الوجه شاحبا ومرهقا، وملامحك تبدو حزينة، وكأنك كبرت فجأة، يعني كبرت لسنوات في 4 أيام، زيادة على ظهور الهالات السوداء حول العينين حتى لو كنت تنام جيدا، وظهور بقع وتصبغات وبثور مختلفة بالبشرة. فهذه كلها علامات سحر مأكول، وحسبنا الله ونعم الوكيل. والطريقة أنك تقرأ سورة الفيل 19 مرة على كأس ماء تشربه على الريق مباشرة بعد أن تنتهي من القراءة، ومدة هذا العمل 40 يوما دون انقطاع، ويجب مراعاة تجديد القراءة يوميا على تقرأ على كأس ماء جديد وتشربه مباشرة. فوالله الذي جل جلاله أن النتيجة ستبهرك من الأسبوع الأول، وسوف تلاحظ بنفسك أن وجهك يعود لطبيعته تدريجيا وبسرعة، سبحان الله، وستحس شيئا فشيئا باختفاء الأمراض والأوجاع التي كانت تصيبك، وستحس براحة نفسية كبيرة بعد أن كنت تعيش في ضغط وتوتر. إذا كان هذا باختصار مفيد إخوتي في الله بعض الفوائد المجربة لهذه السورة المباركة، لأن أسرارها كثيرة، لكن كالعادة أنزل على قناتي فقط ما هو سهل مبسط لعامة المسلمين، ولا يحتاج لصرف عمار أو إذن أو توكيلات خاصة. ألقاكم إن شاء الله على خير وهدى في حلقة قادمة إن شاء الله. أشكر لكم متابعتكم ووفاءكم للقناة، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له، تعبت مني فكم أسرفت أتعبه، وعدت نحوك منهوكا لتحمله.